قبل أن يحرقني برد الرمال، قبل أن أغدو محال، قبل أن يحرقني برد الرمال، قبل أن أغدو محال، قبل أن أغدو. جميل جدا أن نكون موجودين بالمسرح الوطني اللبناني بمدينة صور، لأنه يعني هذه المساحات يعني أصبحت تقلصت كثيرا في السنوات الماضية وما زالت يعني في تقلص مستمر، فإنه يكون في رواد لها المسرح المجاني واللي هي شغلة كتير مهمة واللي مفروض إنه يكون مجاني، لأنه المهرجانات لازم تكون مجانية، لازم تكون بمتناول الناس عكس الموجة السائدة حاليا. أكيد الشباب بدهم هذه المساحة، وأكيد في يعني نتاج فني ثقافي متميز عم بيتقدم بهذا المسرح. كتير بيفرح إنه في صغار وفي شباب وفي كبار موجودين بهذا المسرح، وهي شغلة أنا بشوفها كتير طبيعية، للأسف منا منتشرة كتير. يعني الانتشار هو للمصنفات الغير لائقة بالسمع وبالتراث وبالذاكرة وبالشباب واللي بيطمحوا له هودي الشباب. فالمسرح الوطني اللبناني بصور شكرا كثير لإقامة هالحدث بمدينة صور، واللي هو توقيع ألبوم صوت مع كورال الفيحاء بقيادة المايسترو بركات تسلكيان. اللي من بيت الجيران قلتله خايف من مين، اللي من القفص رمال قلتله ريشاتك وين، اللي فرفط عالزمان عصفوك طل من الشفاك. صعب اللي عم تعملوه لأنه عكس المزاج وعكس التيار السائد، ف يعني مثابرة وما تيأسوا، لأنه شيء ضروري جدا اللي عم تعملوه للشباب.